تنضم لي بي فقرة اسمع مني دكتور نجاة صليبة، أخصائية بتلوث الهواء بالجامعة الأمريكية. صباح الخير إليك دكتور. صباح الخير مريان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، مرسي. نحكى كتير مؤخرا بهالكم يوم يلي مرقوا عن غيمة تاني أكسيد الكبريت SO2 يلي طلعت من بركان أتنا بإيطاليا، ومفروض كانت توصل لعنا. شو صار فيها؟ ليك البركان هو بلش بأكتوبر، يعني نحن يمكن هلأ انتبهنا للشغلة، بس هو مبلش قبل، والهواء بيبرم يعني ما بدل مطرحه. أوكي. برم الهواء وشفنا بالمحاكات اللي عم بيعملوها بالأرصاد الجوية الأوروبية إنه هاي الغيمة ممكن توصل على الشرق الأوسط. نعم. واليوم تبددت، يعني اليوم ما في شيء. خي هيدي خبريه حسب الأرصاد. اوكي طيب، بس بالايام يلي مرقت كنا حاسين انه كان في موجات غبار عم بتسيطر على لبنان، طبيعي؟ هلا اللي مرقوا قبل بنهارين يمكن يكونوا مأثرين بالبركان، بس عادة بالربيع كل سنة نحن بيجي موجات غبار منشوفها. نعم. يعني ما لازم ننساها، هيدي موجودة. نعم. كل سنة وبتطلع من الصحراء العربية ومن الصحراء الأفريقية وبتوصل لعنا، ونحن من خلال دراساتنا لمدة 20 سنة شفنا وشوفينا بالأرقام قدي بتعلى نسبة الجزيئيات بالهواء. نعم. من جراء هيدي الغبار اللي بتجي، واللي بتجي عادة بفصل الخريف وبفصل الربيع. هلا بما انه دكتور حضرتك ذكرتي فصلي الخريف والربيع، بدي اسالك انه بعد عنا فصول 4 بلبنان؟ برافو، حلوه هيدي الريمارك، يعني حلوه هيدي الانتباه. ايه عم يتاخر، يعني نحن ما فينا نقول منا متاثرين بالتغير المناخي. اول شيء الشتويه ما عم بتكون قاسيه قد قبل، يعني ما عم بيكون في كثير ساعة. صحيح، والصيفيه بالعكس عم بتكون جدا حاره وطويلة، يعني عم تطول، عم توصل لتشرين الأول تشرين الثاني. عم نشوف بس شتاء بأيلول بكانون الأول، مع أنه كان من زمان بيحكوا أنه كان الشتاء يبلش بأيلول أو بآخر آب، بس نشكر الله أنه السنة رجعت عطيتنا، كرمت علينا الدنيا ورجعت شتت قد ما عايزين، ويمكن مش كافي. نعم. بس كتير منيح، يعني تأخر الشتاء السنة مثلا، بس رجعت شتت، وهلأ منتظرين شتت بفتكر. صحيح، بكرة وبعد بكرة، وقد ما في مي قد ما يعني نحن لازم نكون ممنونين وخير. مظبوط. هلأ بما أنه دكتور حضرتك ذكرتي المي، يعني في هيك سؤال براسي وحب انه اسالك اياه، انه بظل انقسام الراي بين مؤيد ومعارض، هل السدود يلي انشئت مفيده ام مضره؟ لكي انا من شغلتي، يعني انا مني اختصاصي سدود، بس انا قريت مثل غيري انه السدود صارت موضه قديمه كثير مش دارجه، بقى صارت العالم تنتبه اكثر لحتى ما تحط بطون بقلب الوادي وبقلب الجبال وتكسر الجبال كرمال تعمل سدود. سدود هلا، واللي تبرهن يعني من الدراسات اللي نشرت عنا بلبنان انه نحن ارضنا منا صالحه للسدود، ومن عشان هيك السدود اللي تعمرت ونحط عليها ملايين الدولارات ما مشيت. اوكي طيب دكتور، بظل وجود المطامر العشوائيه خليني اقول، والحديث عن وجود نفايات سامه، قد ايه تاثرت المياه الجوفيه بلبنان بهالموضوع؟ في كتير عوامل عم بتاثر على المياه الجوفيه بلبنان، وحده منهم هي المطامر العشوائيه. ما عندي دراسات بتبرهن انه المياه الجوفيه صار فيها مثل اشارات من الزباله، بعد هلا ما في. أوكي. بس انه منتظرين انه هذا الشيء يبين بعدين، انه بعد ما تسربت، اللي عم بجرب اقول انه العصاره اللي بتطلع من الزباله بعد ما تسربت للمياه الجوفيه. بس اللي عنا واللي تبرهن من الدراسات تبعنا انه الجوار الصحيه تسربت للمياه
المياه الجوفية، في كتير أبار بيّن فيها أنه في تسربات من الجوار الصحية، وفي على مدى الشط ناني في عنا مشكلة تانية هي قصة الملوحة. صح. يعني قد ما عم نصرف ماء من الأبار الجوفية عم يجي البحر يغطي الماء اللي عم نصرفها، وعم تختلط بالماء، الماء البحر عم تختلط بالماء العذبة المنيحة، وعم بتصير ماء الأبار على الشط مالحة. دكتور يعني بتعرفي احلى شيء لما العيله تكون عم تعمل مشوار خاصه بالجبل وتشوف نبعه مي دغري كله بيركض على اساس بتكون المي مفروض نظيفه ومسقعه وفينا نشربها، بضل في اعمل هيك او لازم اخذ حذري؟ حسب قد ايه عاليه. بدي علي كثير شكلي. كل ما تطلعي لفوق وتلاقي بيت فوقك بتقولي هيدا عنده أبار صحية ما مشبوك على الشبكة، إذا لا يعني بدك 50-50. يعني إذا مش شبكي بيكون انت ماشي حالك انت وحظك. يعني منيح اللي سالتك هذا السؤال لان انا عليهم كيف ما كان ولا مره فكرت فيها. طيب. انا دائما بتطلع لفوق انه وصلت على الاخر يا ما بعد في بيوت عم تنزل عم بتاثر عليهم. خلص رح اخذ بنصيحتك. اخر سؤال دكتور نجات صليبة، انا بصراحه مستفيده من وجودك معي منشان هيك احس انه لازم اسالك كل شيء عم فكر فيه بالنسبه لمشكله اسئلتك ومهضومه انت كثير هيك خفيفه. مرسي مرسي. آخر سؤال بالنسبة لمشكلة النفايات، يعني هل عن جد نحن رح نقدر نوصل لنهار نقول لقينا حل لهالمشكلة إيه أو لا؟ إذا بتعطيني وقت بس لأشرح شوي. أكيد تفضلي. مشكلة النفايات عنا بلشت سنة قبل 1970، وبلشنا دايما نلاقي حلول مستعجلة حتى نخبي هالنفايات. يعني من 1970 ومكب النورماندي وبعدين مكب برج حمود. صح. كله نحن وقت نستعجل بدنا نلاقي حل منكب هالزبالات بالبحر. صح. البحر ما رح يساعدنا بقى، يعني ما رح بقى يطول باله علينا. منشان هيك بدي أقول إنه السياسات اللبنانية ما عملت ولا حل طويل الأمد لمشكلة النفايات، ودلت كل الوقت تقول إنه هيدي ما بدي أنا أشوفها، ما بدي أشوفها بوجهي، خليني طمن بالبحر، وبعدنا بنفس السياسة. لازم نبلش نفكر إنه الزبالة هي مورد عيش، يعني هي مثل resources. نعم. هي مواد فينا نستفيد منها وفينا نعتبرها مثل مواد أولية ونرجع نصنعها، ولحتى نوصل لهالطريقة بالتفكير ما رح نتخلص من مشكلة النفايات. النفايات منا نفايات بكل بلدان العالم، ليه عنا بدنا نطم البحر فيها؟ يعني هيدي مشكلة كبيرة دكتور نجات صليبة، على أمل أنه يتلاقي لها حل، وعلى أمل أنه عن جد يفكروا بأسرع وقت ممكن بالحلول، لأنه ما بقى نحمل ولا البلد بيحمل. أنا بدي أشكرك كثير على وجودك الصباحي معنا ويعطيك ألف عافية. مرسي. شكرا. شكرا. عافية أنتو كمان. مرسي. شكرا كثير لك دكتور نجات صليبة. أما هلأ فبتوقف مع فاصل إعلاني وبرجع لتابع ما تبقى من فقراتنا.